أولا لو قال لك كعب، تصور الله تقول نعم، قال ما هو السر؟ اشرح لي السر. تقول لا أدري ولا أعرف ما هو السر، إذا معنى أن شهادة النصارى شهادة ذو حق. فما هو الصيام؟ الصيام لغة الإمساك، تمسك عن الطعام، تمسك عن الشراب، تمسك عن الكلام، إن نذرت للرحمن صوما. ولا نريد هذا التعريف اللغوي، نريد التعريف الشرعي. الصيام شرعا هو التعبد لله، التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. مره التعبد لله، اذا لا بد في الصيام من نيه لمن تصوم لمن لله، انه قلب لا يخرج من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس ولم يكن من الصيام، فصيامك فقط اذا لا بد من نيه. اذا هذا التعريف فيه ركن الصيام نيه وامساك. اذا الصيام هو التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. من يعيد لي هذا التعريف؟ تعريف كواكب اخوان. نعم، التعبد لله. الله تعبد لله، التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق. الله أكبر. من يعيد التعريف؟ التعبد لله، التعبد لله. نعم، الإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الشمس. لا، من طلوع الشمس، طلوع الفجر، طلوع الشمس لعلك تمسك الساعة السادسة حتى غداء، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الصيام لابد له من ركنين، من يعرف ركن الصيام؟ ركن الصيام النية والإمساك. طيب النية محلها الغلب والتلفظ بها لبدعة. الآن كل واحد منا نسأل الله عز وجل أن يرضى، هو من الآن ناوي صيام رمضان، مجرد أن يأتي الإعلان هو الشهر وأنتم على إعلان المملكة العربية السعودية، ماذا ما عملت المملكة؟ انعقدت النية بالقلب، صحيح؟ نعم. فلا تحتاج انه في كل ليلة تستحضر وتجلس تستحضر النية، هي النية موجودة، صحيح ام لا؟ ولا يصح ان تقول اللهم اني نويت صيام هذا العام عام 1434 مبتدئا شهر رمضان من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر كلا 2013 في مدينة كشتو الكلا فاستغفر لي وتقبل مني ممسكا في الساعة الثالثة من ربوبة وضيف كشتو مفطرا بإذن الله تعالى الساعة العاشرة 24 دقيقة فاستغفر لي وتقبل مني يا رب العالمين. يصح؟ لا طبعا ما يصح. هذا تقطع في دين الله وبدعة. طيب